يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العالمين. لسه مهرجان العالمين مكمل ابهارنا يوم بعد يوم بفعالياته الاستثنائيه، وده اللي مخليه اكبر حدث ترفيهي وفني في الشرق الاوسط. النهارده كشف مهرجان العالمين عن مفاجاه جديده، هو استعداد مسرح اليو أرينا في مدينة العالمين الجديدة لاستقبال حفل غنائي ضخم بيجمع ما بين نجوم التسعينات تحت عنوان كاسات التسعينات. حفل كاسات التسعينات هيقام يوم الخميس الموافق 1 أغسطس برعاية طبعا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بيشهد الحفل مشاركة نخبة من ألمع نجوم الأغنية العربية واللي سطروا بأسمائهم حقبة ذهبية في تاريخ الموسيقى العربية في التسعينات. يعني لما بنقول موسيقى التسعينات وفترة التسعينات كده، أنا شخصيا مواليد التسعينات، أنا بالنسبة لي كان الأغاني دي وأنا صغيرة متربية عليها، هي أغاني حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، خالد عجاج، هشام عباس، ويمكن يعني كلنا عارفين الأغاني الحلوة اللي عملوها أو التوليفة الجميلة اللي كانوا عاملينها هشام عباس مع حميد الشاعري، والأغاني الجميلة اللي كانوا بيقدموها. يعني أغاني كتيرة جدا جدا أمتعونا بيها نجوم التسعينات، سواء خالد عجاج، محمد فؤاد، إيهاب توفيق. يعني وكان الفيديو كليبات بقى لسه في أولها كده، فكان فعلا حقبة ذهبية، يعني نقدر نقول يعني كان في اختلاف في التسعينات للأغاني. كاسات التسعينات ده بمثابة رحلة كده عبر الزمن، هترجعنا بيها الحفلة دي الفترة الذهبية دي، هنستمتع مع بعض بأجمل أغاني الفترة الجميلة اللي تميزت بالتنوع الموسيقي والإبداع الفني. كمان كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيسبوك عن جدول الأسبوع الثالث من المهرجان العالمي، وذكرت صفحة المهرجان على فيسبوك إن الأسبوع الثالث من المهرجان هيتضمن التالي: الخميس 25 يوليو هتبقى مباراة لأساطير كرة القدم، ويمكن كلنا مستنيين المباراة دي عشان تجمع ما بين قطبي الكورة والزمن الجميل ونجوم الكورة بقى اللي أمتعونا بكورة حلوة. الجمعة 26 يوليو هيشهد حفل النجم تامر حسني وبطولة كرة السلة سلام جام وبطولة الكرة الطايرة، والسبت 27 يوليو هتبقى حفل فرقة المصريين بقيادة الموسيقار الكبير طبعا هاني شنودة. بيبدأ حفل هاني شنودة بالمسرح الروماني بالمدينة التراثية في مهرجان العالمين الساعة 10 مساء، وهينتهي قبل منتصف الليل. وكمان أعلنت وزارة النقل بقى على خبر حلو جدا جدا، وهو تقديم خدمة مميزة للمواطنين الراغبين في حضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وده من خلال توفير رحلات يومية مكيفة بأتوبيسات فاخرة من القاهرة للإسكندرية والإسكندرية لمدينة العالمين الجديدة. أوضحت وزارة النقل في بيان ليها أن هناك معادين لتحرك الأتوبيسات وعودتهم مرة تانية من القاهرة إلى العالمين الجديدة، مبينة أنه في الموعد الأول هتتحرك الأتوبيسات في تمام الساعة 7 صباحا من محطة عدلي منصور التبادلية واللي بتضم موقف شركة سوبر جيت، على أن يكون معاد العودة مرة أخرى للعالمين الساعة 8 مساء. أما المعاد الثاني فهتتحرك فيه الأتوبيسات في تمام الساعة 4 مساء، والعودة هتكون في تمام الساعة 2 صباحا من اليوم التالي. أضافت كمان أن في معادين هتتحرك الأتوبيسات فيه وعودتهم من الإسكندرية للعالمين الجديدة، مبينة أنه الموعد الأول هتتحرك الأتوبيسات في الساعة 8 صباحا من محطة سيدي جابر، على أن يكون معاد العودة من العالمين الساعة 8 مساء من العالمين. أما المعاد الثاني فهتتحرك فيه الأتوبيسات الساعة 5 مساء، والعودة هتكون الساعة 2 صباحا من اليوم التالي. فعاليات كثيرة جدا جدا ومتنوعة هتكون في المهرجان، وإحنا هنحاول من خلال برنامجنا نستعرضها لحضراتكم، ويعني نستمتع كده كلنا بالأجواء الإيجابية جدا في مهرجان العالمين.